احنا من اليوم الاول صاحبي اللي بدات الامور تخرج على مسارها الرياضي وعلى مسارها الاخلاقي. بدينا نتكلم على حاجه اسمها منظومه كره القدم التونسيه. ومن بين اذرع المنظومه هذه ثم اللجنه الفيدراليه للتحكيم وثم الرابطه التونسيه لكره القدم. وتوا نحن في حاله حرب نجموا حتى نقولوا ان الحكام والرابطه هما الاذرع المسلحه للجامعه التونسيه لكره القدم والرئيسها. اليوم وكانه شيء لم يكن، الرابطه ما زالت تعمل في معناتها الفونت كوميرس نتاعها، الرابطه اللي هي راهي من المفروض هي اللي تدير كره القدم التونسيه، معناتها البطوله التونسيه. سيدي صالح كان يتكلم على البريمير ليغ، ليغا كالتشو، ليغ اون، الرابطه هي اللي تدير البطولات مش الجامعه التونسيه لكره القدم. لذا الرابطه هذه رابطه الدومين المتحركه، رابطه الماريونات، رابطه سي محمد العربي، ولجنه التحكيم حكام وكأنه شيء لم يكن، ويعين ولده وكأنه شيء لم يكن. حبيت نقول حاجة، هو أنه الرابطة ولجنة التحكيم هما جزءان لا يتجزآن من منظومة الفساد اللي بدأت تسقط. صحيح أن بدأ سقوط معناتها نقوله رأس القمة، لكن الرابطة هذه يلزمها أيضا تسقط، ولجنة التحكيم يلزمها تسقط. لأنه دائما نقول حاجة، أنا أكثر من السقوط المادي وأكبر من السقوط الرياضي، سقوط كرة القدم التونسية هو بالأساس سقوط أخلاقي. لذا ما تنجمش تنحي واحد ولا تنحي جزء من المنظومة وتخلي المنظومة هذه كل معناتها موجودة. وتوا باش تجي الفرصه ممكن معناتها بعد في النقاش نعاودوا نتكلموا على المساله هذه. عربي ثنقلي.